Difficult time for many American families. على مدى يومين متتاليين هذا الأسبوع دعا الرئيس جورج بوش أعضاء الكونغرس إلى التصويت لرفع الحظر على التنقيب البحري في السواحل الأمريكية. جاء هذا بعد أن رفع بوش حظرا رئاسيا مشابها كان والده قد فرضه عندما كان رئيسا، يسمح حاليا بالتنقيب في الساحل الغربي من خليج المكسيك فقط. جون بيترسون هو عضو كونغرس جمهوري يمثل ولاية بنسلفانيا. عرض بيترسون مشروع قرار لفتح السواحل أمام شركات البترول. نحن في الولايات المتحدة سبب ارتفاع أسعار الطاقة، نحن أكبر مستهلك، نستخدم ربع البترول عالميا وننتج أقل من ثلث ما نستهلك. البعض يقول فلنستخدم الطاقة البديلة لكنها غير جاهزة. على مدى 27 سنة صوت الكونغرس ضد السماح لشركات النفط بالتنقيب البحري. الهدف كان حماية الولايات الساحلية التي قد يتأثر اقتصادها السياحي من وجود منصات نفط وحماية البيئة من أي تلوث محتمل. كان هذا في السابق عندما كانت أسعار البترول منخفضة وبعد التسرب النفطي الذي حصل على ساحل كاليفورنيا في الستينيات. مؤيدو التنقيب يقولون إن التكنولوجيا الحديثة أكثر أمناً اليوم، أما المشرعون فيواجهون ضغوطاً من المواطنين الذين لا يريدون دفع $100 لملء خزان سيارتهم بالوقود. We're in a real battle in Congress. We're in a battle, and American public are angry. نحن نواجه صراعاً الآن، فالشعب غاضب ويريد أن نفتح كل الإمكانيات لاستخراج النفط للتوصل إلى طاقة معقولة السعر. يجب أن يلحق الكونغرس بالشعب ليحدث التغيير الضروري. تختلف التقديرات، لكن الخبراء يقولون إن هناك حوالي 18 مليار برميل من النفط البحري الذي يمكن استخراجه من الشواطئ ومن الملجأ البحري الطبيعي في ولاية ألاسكا الشمالية. حالياً تستهلك الولايات المتحدة 8 مليارات برميل سنوياً، ما يعادل 20 مليون برميل يومياً، منها فقط 5 مليون برميل منتجة أمريكياً. لكن حتى لو تم السماح بالتنقيب اليوم، فاستخراج البترول لن يبدأ قبل عامين ولن يزيد عن 100,000 برميل إضافي يومياً. قد يرتفع هذا إلى مليون أو مليوني برميل خلال العقود وليس السنوات المقبلة، الأمر الذي يعني أنه لن يؤثر كثيراً على أسعار البترول عالمياً. روبن ويست خدم في إدارة ريغان في منصب نائب وزير الداخلية وكان مسؤولاً عن سياسة التنقيب البحري. The argument is that if there's more offshore production in the future. الاعتقاد هو أن التنقيب البحري المستقبلي سيغير صورة السوق ويعطي الانطباع بأن النفط موجود. أعتقد أن التنقيب فكرة جيدة لكن لن يكون لها تأثير هائل على أسعار النفط. سياسة الطاقة الأمريكية خلال ربع قرن شجعت الاستهلاك للإنتاج ويجب أن يكون العكس. على الأغلب يقول ويست سترتفع أسعار آليات التنقيب قبل أن تنخفض أسعار البترول. لكن كل هذه تخمينات لغاية الآن، فهناك جماعات ضغط بيئية قوية تؤمن بأن ارتفاع سعر النفط سيقلل من الطلب عليه وسيجبر السوق والحكومة على البحث عن طاقة بديلة. من الشقاق العربية، واشنطن. ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور هيرمان فرانسن رئيس شركة International Energy Associates. أهلا بك دكتور فرانسن. سؤالي الأول إليك، مع توفر التكنولوجيا أكثر تطورا ودقة، هل من الممكن لهذه الأرقام أن تتغير؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن يوجد في هذه المياه أكثر من 18 مليار برميل؟ من المستحيل أن نقول أي رقم حول أعداد البراميل المتوفرة في ألاسكا الشمالية، لكن من الواضح أن ألاسكا والمناطق المجاورة لها تحتوي على احتياطيات كبيرة وهي موجودة هناك، قد تكون كافية لصناعة النفط، وهناك الكثير من الاحتمالات الناجحة للنفط والغاز إذا ما كانت الصناعة قادرة على المضي قدما لإجراء المسوحات ومن ثم عمليات الحفر، فالفرص قد تكون جيدة بالنسبة لهذا القطاع. طيب سؤالي الثاني دكتور، بعض المحللين يقولون أن سعر البرميل يجب أن يكون عند $60 البرميل لتبرير هذا التنقيب أو لتبرير هذا رفع هذا الحظر. مع أسعار النفط الحالية شركات النفط سوف تستفيد حتما إذا تم إزالة الحظر، ما رأيك؟
بكل تأكيد أعتقد أن الصناعة هي على استعداد للمضي قدما طالما أن الكونغرس سوف يعمل على رفع الحظر مباشرة، وهذا سوف يجذب الكثير من الشركات النفطية العاملة في هذا المجال سواء على ضفتي الأطلسي والهادي إضافة إلى بعض الشركات المتخصصة، وهذا سوف يشجع الكثير من الشركات لتحدث زيادة في الإنتاج، وهذا سوف يحقق أرقاما جيدة في السنوات المستقبلة. لكن الحل لن يكون بين ليلة وضحاها، قد يستغرق فترة من الزمن من حيث التنقيب ومن حيث الإنجاز، وبمجرد الحصول على الكميات من النفط لابد من إجراء الخدمات التي قد تتبع بعد ذلك. إنها ليست مسألة يمكننا من خلالها أن نتوقع حصول فوائد فورية أو كعصا سحرية، قد يستغرق الأمر عدة سنوات، وخاصة أنه قد يستغرق سنوات كثيرة في الفترة القادمة. نعم دكتور، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن ما هو المتوسط، كم سنة نتوقع أن يكون هناك إنتاج وأن نرى إنتاج من هذه المياه؟ دعوني أقول أن الأمر يعتمد على كل منطقة على حدة منطقة إنتاج، فلعلنا قد نرى أن هناك قد فترة قد تستغرق 5 سنوات للإنتاج، وقد تمتد حتى 10 سنوات، وهذا يعتمد على نوعية المناطق التي يتم الحمر فيها. فإذا أننا نتحدث عن 5 إلى 10 سنوات وفقا للأحجام، وهذا وإذا ما قمنا باستخدام الكميات النفطية الاحتياطية البحرية فهي سوف تحتوي على الوفرة الأكبر، لكن هذا قد يستغرق بالحد الأقصى 10 سنوات كما قلت. هناك بعض المناطق أيضا في كاليفورنيا قد تكون فترتها أقل، لأن بعض الإنشاءات قد بدأت سلفا فيها، فالأمر يعتمد على المنطقة التي نقوم فيها بالتطوير. من حيث الكميات فإننا نتحدث عن مثلا كحد أدنى 500,000 برميل يوميا إلى 2 مليون برميل كحد أعلى خلال 10 سنوات القادمة. نعم دكتور، في جريدة الفاينانشال تايمز قرأت أن الحكومة الأمريكية تنوي فتح مساحة 3.9 مليون هكتار في ألاسكا للحفر والتنقيب عن النفط. إذا الخبر صحيح، هل سوف نرى تصحيحا لأسعار النفط قريبا؟ ليس على أساس البرنامج الأمريكي المتوقع، لأن في ألاسكا الحديث يدور عن احتياطيات نفطية بحرية وهي الأفضل والتي يتم العمل عليها، وأيضا هناك أيضا الاحتياط البترولي الثاني وهو ألف. إننا ما نتحدث عنه هو الحديث عن المناطق الاحتياطية البحرية ألف، وهي منطقة كبيرة وتحتوي على مساحة واسعة وفيها مخزونات كبيرة وتراكمات من الغاز والنفط أيضا. أما المنطقة الأخرى باء وهي التي تعتبر أيضا جيدة، هي التي قد تخضع على أوجه الاحتمال لأكبر فرص للإنتاج، لكن بصرف النظر عن ما يحدث فهذا لن يؤثر كثيرا على أسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة. الشيء الأساسي الذي يمكن أن نقوله. شكرا دكتور فرانسن. دكتور هيرمان فرانسن شكرا لك. النفط والغاز متواصل معكم، لكن بعد هذا الفاصل القصير تابعونا.